وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بترميم جامع الشيخ حمد بن عيسى الخليفة في محافظة المحرق، بما يسهم في عودة المصلين لأداء الشعائر الدينية كما كانت عليه في السابق. قام فريق من إدارة الأوقاف في السنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بزيارة الموقع الجامع، واطلع على متطلبات العمل للانتهاء من عملية تجهيز وتسليم مبنى المسجد للمقاول المتعهد بمشروع الترميم بالشكل الذي يكفل عودة المصلين لأداء الصلوات في الجامع في أسرع وقت.